اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. انا نفسي يا جماعه الصراحه كل واحد من المسلسل ده اعمل له حلقه، وكده كده طبعا قدام مع الحلقات لما تكتر كده كده هعمل حلقه لكل واحد من المسلسلين دول. ليه المسلسلين دول هم الاقوى واحلى مسلسلين في رمضان لغايه اول خمس حلقات من وجهه نظري الشخصيه؟ وطبعا انا بتكلم عن المسلسلين. الاول مسلسل لعبه نيوتن للقديره منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب، وايضا مسلسل القاهرة كابول للعظماء طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي والقدير نبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، ودور رائع ومؤثر للفنان احمد رزق. هنخش في الحلقة دي على طول، هقول لك ليه من وجهة نظري على طول الإجابة، وبعديها هنتناقش على مسلسل قاهرة كابول، بعديها على مسلسل لعبة نيوتن، وهنتناقش في أول خمس حلقات بحرق. فأنا بقول للناس اللي ما شافتش المسلسلين دول أنا هحرق، فما تتفرجش على الحلقة لو أنت ما شفتش. وأتمنى طبعا وبدي لك نصيحة مهمة جدا، اتفرج على المسلسلين دول لغاية دلوقتي بيرفكتو. هنتناقش في كل ده بس بعد اذنكم يا بتوع افلام. قبل ما ابتدي الحلقة اتمنى منكم ان انتم تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة، طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج والفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اول باول. يلا بينا نخش في الحلقة. مبدئياً إجابتي لسؤال ليه المسلسلين دول أقوى مسلسلين في رمضان ككواليتي وكقصة وكإبداع وككل حاجة، وده على فكرة من وجهة نظري الشخصية. يعني ممكن ناس كتيرة طبعاً يبقى بالنسبة لهم المسلسلين دول مش الأقوى، وممكن يكونوا حلوين بس في مسلسلين تانين أقوى. أنا شايف من وجهة نظري الإجابة لأن المسلسلين دول هما الاتنين اللي كانوا مؤجلين من السنة اللي فاتت. ده يثبت لك قد إيه لما حاجة تتعمل برواقة وبمزاج ومن غير توتر ومن غير بكرة في حلقة ومن غير بكرة يا جماعة نلحق نعمل تصوير عشان الحلقة 28 بكرة واحنا مش عارفين يا جماعة. شوفوا الكواليتي بتوع الاتنين، شوفوا كل حاجة لما تاخد وقتها ومساحتها بيطلع العمل عامل ازاي. ودي نصيحة لصناع العمل كلهم، اتمنى يا جماعة بجد امنية حياتي، مش امنية حياتي يعني اللي هو من امنياتي كسينما وكمسلسلات وكدراما، ان زي مثلا السنة اللي فاتت ان انا طالبت يا رب يعمل 15 حلقة أو 10 حلقات، والحمد لله ابتدى الموضوع يتحقق السنة دي. أتمنى إن احنا نشوف بعد كده مثلا نقوله على رمضان اللي جاي أو بداية من رمضان ده، أتمنى نلاقي ممثلين بيصوروا المسلسلات من دلوقتي، مش لمسلسلهم اللي بيعرض السنة دي، لمسلسلهم اللي يعرض في رمضان 22، عشان يا جماعة الحاجة تاخد وقتها. يعني مثلا موضوع رمضان 2022 يبقى مكتوب أساسا من 5 6 7 شهور كمان، ويبتدوا تصوير فيه ويتعمل بطريقة يصوروا سنة عادي مفيش مشكله، بس يتعمل بروقان ومزاج زي القاهره كابول ولعبه نيوتن. هنتكلم مبدئيا على القاهره كابول اللي بالنسبه لي هو رقم 2 بعد لعبه نيوتن كالافضل، يعني هنتكلم في ده ليه. لكن يا جماعه نبتدي مثلا باول وتاني حلقه. اول وتاني حلقه انا قلت المسلسل ده يا جماعه في حته تانية خالص وكده، اداء اكتر من عبقري، حوار مكتوب كما قال الكتاب، حوار مقنع ما فيهوش افوره. طارق لطفي بالدور وبشيخ رمزي يا جماعه يثبت لك يعني ايه واحد يتعمق في الدور، عارف يعمل ايه، ازاي لبس الشخصيه دي، اتعلم ازاي. وشوفوا يا جماعه لقاءات طارق لطفي بيتكلم ازاي ان هو اتعمق في الشخصيه دي وذاكرها ازاي وساب دقنه قد ايه وكل الكلام ده. لو كان مثلا صور السنه اللي فاتت كانوا ركبوا له دقنه وما كانش اخد وقت عبال ما يدرس الشخصيه مثلا. في نفس الوقت النظرات اللي ما بينهم مثلا في الحلقه الثانيه اللي بالنسبه لي دي يا جماعه واحده من اقوى الحلقات اللي الواحد شافها في رمضان السنه دي، وممكن من فترات طويله. ان يبقوا الاربع اصدقاء انت اساسا بيتمهد لك من الحلقه الاولى ان الاربعه دول هيجتمعوا مع بعض، وانت مترقب في اخر الحلقه الاولى يا سلام انا بكره عايز اشوف اللقاء اللي ما بين الاربعه اصحاب دول. في الحلقه الثانيه بيجي لك فلاش باك الاصحاب كانوا بيعاملين ازاي مع بعض، وكل واحد كان تفكيره عامل ازاي وكل واحد راح اتجاهه ليه، وبتفهموا كل واحد ونواياه وكل الكلام ده حصل ليه. انا مش شرير من لا شيء زي الفنان طارق لطفي. اكتر دور مثلا واحد ارهابي او من القاعدة وكده مقنع، انا شرير، انا شرير جدا 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 عشان انا شرير وعايز اقتل الناس وشرير. لا بتفهم ليه مش هو شرير كده على طول. وابسط مثال على كده اتفرج على علاقته بمراته مثلا، شوفوا قد ايه هو خليفة والسمع والطاعة وقاتل وشرير وتكرهه كل حاجة، بس مش بيوريك مثلا ان هو داخل على مراته وهيقول لها اهلا بكي هيا بنا على السرير مثلا. لا ايه ده،
وحشتيني وعامله ايه، ويتكلم معاك عادي اتنين متجوزين جدا. نفس الكلام علاقته باطفاله وعياله، بيكلمهم يا حبيبي ومش عارفه ايه، وبينكشوا، مش اللي هو صارم وبتاع، لا بيتكلم معاهم كلام غلط وكلام انت حاسس ان هو من جواه هو مقتنع بيه 100%، برغم ان احنا شايفينه ان ده طبعا مش الاسلام بتاعنا اللي احنا عارفينه، بس اقناع هو ده اللي بتكلم فيه. وطبعا يا جماعه هرجع اقول لك الحلقه الثانيه بالنسبه لي هي مباراه تمثيليه ما بين الاربعه، والفنان احمد رزق من الفنانين اللي لازم تقول عليه ايه كلمه ايه، كما قال الكتاب يعني ايه ضيف شرف مؤثر، مش ضيف شرف انا جيت ضيف شرف كفنان هاي. لا، احمد رزق يا جماعه طالع مؤثر، واعتقد كل الناس اللي شافت احمد رزق بعد وفاته في اخر الحلقه مثلا، كل الناس كانت تتمنى ان دوره يبقى يطول، كل الناس صعب عليها، كل الناس شافوا قد ايه دوره كان مؤثر، وده برده من ضمن الحاجات اللي انا اتمناها في الفتره الجايه، يعني ايه ضيف شرف واحد يجي ياثر وباي باي. وطبعا يا جماعه الصراع اللي احنا هنشوفه، وطبعا من خلال اللقاء والكلام وفيما بعد طبعا في الفيوتشر من المسلسل، شفنا ان غالبا هيبقى النزاع ما بين رمزي واللواء اللي هو قايم بدوره الفنان القدير خالد الصاوي. طب هتقولي يا ابو حميد طب ما هو حلو كل الكلام ده، ليه حطيته رقم 2 بعد لعبه نيوتن؟ هقول لك عشان من بعد الحلقه الثانيه الاحداث مش كتيره، بس هو ده الحلو بقى، انك انت بتتفرج على مسلسل وعجبك مش متضايق، الاداء التمثيلي بتاع كل واحد فيهم رائع، مشاهد نبيل الحلفاوي وهو بيتكلم ايه العظمه دي يا جماعه، بتحب لما هو بيتكلم بتحب تستمع له الراجل ده بيقول ايه، فعلا واحد من الادوار الجامده جدا القدير نبيل الحلفاوي. نفس الكلام حنان مطوع، ما بتطلعش كتير بس يا جماعه حنان مطوع احنا عارفين كلنا ان هي من الممثلين تقال جدا، ولسه هنشوف خبايا اكتر على علاقتها برمزي، وهل يا ترى هيتقابلوا تاني، وهل يا ترى مش هيتقابلوا تاني، هل هنشوف فلاش باكات تاني قبل كده، واللقاءات بقى اللي كانت ما بين طارق لطفي وحنان مطوع في الحلقه الثانيه لما كانوا بيجيبوا فلاش باك. انا بالنسبه لي الحلقه الثانيه دي هي اقوى حاجه مخلياني اساسا اطلع اقول ان المسلسل ده من اتقل المسلسلات في رمضان السنه دي لغايه دلوقتي، واتمنى يعني يا جماعه ان انا في اخر رمضان اقول نفس الكلام. الحلقه الثالثه تمام مفيش احداث، نفس الكلام. الرابعه الخامسه حلوين، عمرك ما هتتضايق، ولسه طبعا اللقاء المرتقب ما بين فتحي عبد الوهاب والشيخ رمزي طارق لطفي لسه هنشوفه اكتر. انا مثلا من الحاجات اللي مضايقاني ان فتحي عبد الوهاب على قد ما هو متقمص الدور وبيعجبني في كل لقطه بيطلع فيها، بس فعلا حتى الان دوره مش طويل، او حتى الان كل حلقه مثلا ممكن يطلع له مشهد او اتنين بالكتير، عكس خالد الصاوي وطارق لطفي، هم مركزين اكتر على شخصيه طارق لطفي، والصراحه هي تستحق ان الواحد يركز عليها. بس طبعا متوقع ان فتحي عبد الوهاب دوره هيكبر طبعا، خاصه هيعملوا مع بعض انترفيو والحوارات دي، منتظر يا جماعه حاجات اجمد. ويا ترى يا جماعه فاكرين الحلقه بتاعتي اللي هي بتاعت التريلر رياكشن بتاعت الكهرباء كابول، هل يا ترى البنت اللي هي طارق لطفي اداها بالرصاصه دي، فاكرين في حلقه التريلر رياكشن؟ هل يا ترى دي مراته الاولانيه اللي هو طارق لطفي قتل اخوها؟ الله اعلم، نشوف كده كده. وانا مبسوط بكل واحد في المسلسل ده بجد يا جماعه، صوت طارق لطفي يا جماعه برده معلش لازم اقول الكلمه دي، الراجل ده من ضمن الممثلين المميزين جدا بحوار نبره الصوت، ليه نبره مميزه كده. انا عاجبني جدا المسلسل ده الصراحه. اما نخش دلوقتي على مسلسل لعبه نيوتن، ده اقوى مسلسل شفته في رمضان لغايه دلوقتي، ولو مشي على نفس الوتيره فانا بالنسبه لي المسلسل ده يا جماعه واحد من اقوى المسلسلات اللي الواحد شافها في اخر 10 سنين، ده من 5 حلقات بس. وليه هقول لك رقم واحد لغايه دلوقتي بالنسبه لي؟ لان مفيش حلقه من الحلقات اللي هم عملوها حسيت بملل، برغم ممكن ما تلاقيش احداث كتير، بس كميه التوتر وكميه جرعات الجميله كاخراج وكتمثيل وكاحداث وكمنظر وككل كل حاجه مخلياك كل حلقه مستنيه بفارغ الصبر. انا المسلسل ده بالنسبه لي يا جماعه اللي هو بسيبه في اخر اليوم كده، لعبه نيوتن بقى اتفرج عليه بقى. تامر محسن يا جماعه، منى زكي يا جماعه، محمد ممدوح يا جماعه، مفيش ممثل وحش في لعبه نيوتن بالنسبه لي. ومن وجهه نظري سيبك من فيلم الصندوق الاسود لمنى زكي، انا بالنسبه لي هو ده الكامباك اللي بجد القديره منى زكي. منى زكي يا جماعه مش عارف يا جماعه، انا بجد شايف ان هي حتى الان في الحلقه الخامسه اقوى ممثله في رمضان بدون شك. التغيير بتاع شخصيتها، انت فهمت شخصيتها عامله ازاي، شخصيتها اللي هي ما عندهاش شخصيه بعد دي عايزه تثبت نفسها، لحظات الضعف اللي هي بتبقى فيها، طريقتها وهي بتمشي، لحظه وهي بتبعت الفويس نوت لمحمد ممدوح وعايزه تقول له ايه، ولما بتتراجع تاني وترجع تقول له، يا جماعه ده ابداع. والكاميرا والكادرات والكادرات، حط له صور كادرات، حط له صور كادرات، حط له صور كادرات.
وهرجع واقول لك ان برغم كل ده لسه اول 4 حلقات ما طلعش فيهم غير يعتبر منى زكي ومحمد ممدوح. سيد رجب طلع في 2 3 مشاهد بس قطفك وقد ايه انا شايفه كريبي الراجل ده. برغم شوفه في اول مشهد ليه مع محمد ممدوح قال له جرب الزبادي ده انا عامله بايدي انا وجرب وكل وبتاع. شايف انت شايف واحد بيقدم الضيافه وجميل وكل حاجه بس انت مقلق فيك حاجه. شو يعني ده يثبت لك قد ايه الراجل جامد يا جماعة. في نفس الوقت يا جماعة الفنان احمد طلعت يعني يا جماعة فنان ده قد ايه طلع في 2 حلقات بساط جدا ومدوره مؤثر. قد ايه انا كنت مستفز لدرجة ان انا عايز اضربك في التلفزيون تقطع صورة منى زكي وتحطها في جيبك وتفضل تقول له مراتك بعتلك كلام محن انت مستفز. ومحمد ممدوح ماسك نفسه اللي هو كل ما يروح له يديله بالمسدس فهو مستفز جدا. وبذلك مات موتة ما حصلتش قبل كده في تاريخ الدراما غالبا بدون نقاش يعني طريقة خلت كل الناس اللي بتتفرج على المسلسل تقول ايه ده ابداع يا جماعة. المشهد ده رائع التنفيذ فيه يا جماعة انتوا فكروا كده التنفيذ اتنفذ ازاي. في نفس الوقت قد ايه الاتنين مبدعين. وطبعا في خلال الحلقة 5 اللي طلع فيها دلوقتي محمد فراج اللي طبعا هيبقى اضافة للمسلسل كده كده وحاسس برضو جوايا ورا حاجة طيب جدا وش كيوت ويساعد منى زكي وكل الكلام ده انت وراك حاجة برضو. وحرجع واقولك ليه كل الممثلين جامدين. فرجوا على مشهد محمد ممدوح يا جماعة بعد لما اخذ الشوك بعد حوار النحل ده لما روح البيت وهو متايه راح لمامته فاهم انا عايز اشرب ميه عايز سيبوني انام ويصحى وابوه يقول له وهو لا ايه ده ايه ده اللي هو بص يا جماعه الراجل انا بقول لك كل الكلام وهو ما اتقلش. هو صحي لما باباه كان بيزعق له وتحس اللي هو من بصيته اللي هو بيقول ايه ده هو ده ما كانش كابوس وبتاع انا لسه في الواقع هو انتوا عرفتوا طب انا هنزل. يا جماعه كل الناس اللي شافت مشهد النحل قالوا نفس الحاجه اللي عملها محمد ممدوح تاني يوم في المسلسل. ودي طبعا ابداع للصراحة والواقعية بتاع تامر محسن. لما محمد ممدوح اول ما ركب العربية مفاتح جوجل زينا زي البشر والواقعية هل لدغة النحل تقتل البني ادم. يا سلام يا سلام على الجمال والواقعية. على قد يا جماعة التاتشات الصغيرة دي عادي جدا بس فعلا بتخليك اللي هو ايوة يا معلم انا فكرت كده صح. اللي هو كل الناس مثلا انا امبارح لما كنت على الفطار مع اهلي ايه ده هو فعلا يا جماعه النحل بيقتل بني ادم وشفنا على جوجل برضو نفس الكلام فاهم. فهو ده الجامد. في نفس الوقت انت بتشوف بقى انت مع منى زكي انت في رحله كفاح منى زكي اللي هو كل يوم تتمنى ما ترجعي مصر بقى ما ترجعي مصر بقى. لكن بنشوف يا جماعه طبعا ممثلين زي مثلا الفنان الشاب احمد شرقاوي المصري اللي عايش بره اللي قايم بدور بيج زي. الجامد بقى في ايه انك انت مستفز منه في الاول بعديها اللي هو الواد ده مش جدع بعديها ترجع تحن له تاني بعديها ترجع تقول لا ده وحش بعديها اللي هو لا خلاص ده بقى واحد مننا وعلينا. هو ده بقى ترابط الاحداث وهو ده الجامد. واللي بيعجبني برضو يا جماعه في المسلسل اللي هو في الحته اللي في الاول بيوريك حته في الاول ملهاش علاقه بالاحداث اللي انت داخل عليها واللي انت وقفت عليها زي ما شفنا مثلا في نهايه الحلقه بتاعت محمد ممدوح قابل سيد رجب. فهل يا ترى مثلا سيد رجب هيخصب محمد ممدوح ان هو يدفن مع رجاله سيد رجب الجثه اللي هو قتلها مثلا ويبقى مثلا واحد من ضمن رجالته بالغصب. ولسه يا جماعه عائشه بن احمد ما طلعتش ولسه هو ده بقى الجامد ان انا متوقع من غير ما اعرف ايه الاحداث اللي هتحصل ان مسلسل لسه قدامه تقل جاي او مسلسل قدامه لسه اثاره وتوتر اكتر في الفتره اللي جايه. يا ترى الموضوع هيخلص على ايه يا ترى ايه اللي هيتم ايه اللي هيحصل. كل ده مخليني اقول حتى الان بعد اول 5 حلقات برغم ان انا هرجع واقول لك زي ما قلت لك الحلقه بتاعت ناس الاغراب اول 5 حلقات حاجه ان احنا لسه قدامنا 25 حلقه افضل مسلسل في رمضان حتى الان تامر محسن. يا جماعه بجد الراجل ده ما بيعملش حاجه وحشه واتمنى ان هو الراجل ده عمره ما يخيش لان كل اعماله اعتقد من بعد المسلسل ده لو فضل على نفس الريتم ونفس الاسلوب ونفس الكلام اللي احنا فيه ده تامر محسن هيبقى ايقونه من ايقونات رمضان الواحد يستناها كل سنه كده كده. بس لو تاخدوا بالكم هو بياخد وقت على كل عمل يعني ما بيعملش كل سنه والكلام ده ودي حاجه برضو تحترم بدون نقاش. والجامد برضو في المسلسل انك انت بتشوف اسرة عادية مش راكبين مثلا عربيات فيراري وبيريبوندي وكالابونتي بتشوف كلام واقعي. هو ده اللي برضو يشدك في المسلسل الواقعية في الكلام والاحداث وكل حاجة الصراحة يا جماعة. ما هو ده بقى سؤالي ليكوا تحت في الكومنتات وانا بنهي الحلقة. هل انتوا شايفين وجهة نظري كده؟ هل انتوا معايا في ان القاهرة كابول ومسلسل لعبة نيوتن هم الاتقل حتى الان في رمضان ككل حاجة كتمثيل كاخراج ككل حاجة مكتوبة تمام؟ هل
هل انتوا معايا في الحته دي؟ هل انتوا شايفيني بافور مثلا في مدى جمال لعبه نيوتن حتى الان؟ هل شايفين ان القاهره كابول ممكن الريتم يقع منه وما يبقاش حلو ويبقى يقع في نفس الفخ مثلا بتاع ليالينا 80 اللي انا كنت متخيله هيبقى واحد من الاقوى وهيبقى الحصان الاسود السنه اللي فاتت مثلا؟ الله اعلم، سيبوا رايكم تحت في الكومنتات. بس انا متوقعش في حته القاهره كابول دي، لان زي ما بقول لك بقالهم سنه شغالين فيه، فالموضوع قشطه اكيد مش هيبقى زي ليالينا 80، ودي من وجهه نظري الشخصيه. سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه بتوع افلام، وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. واتمنى ان لو عجبتك الحلقه دي تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واعلى مسا عليكم.